بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. سائل يقول: ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول: تقبيل الزوجة في نهار رمضان بقصد اللذة كرهه جمهور الفقهاء، وقد يكون حراما إذا كان المقبل غير مالك لإربه، أو يغلب على ظنه أنه إن قبلها في نهار رمضان أنزل في نهار رمضان وأفسد صومه. أما إذا خلت القبلة من معنى اللذة وكان مالكا لإربه ولا يخشى على نفسه من فساد الصوم بالقبلة، فحينئذ لا مانع من القبلة في نهار رمضان، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في نهار رمضان، وأيكم أملك لإربه؟ كما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يقبل في نهار رمضان أو عن رجل يباشر في نهار رمضان، فرخص له، ثم سئل صلى الله عليه وسلم نفس السؤال فمنع منه، فالذي رخص له شيخ كبير، والذي منعه النبي شاب صغير، ومعلوم أن الشيخ لا يتأثر بالقبلة غالبا ولا تكون سببا في إنذاره بخلاف الشاب. وننصحك أخي السائل الكريم أن تبتعد عن هذه الأمور في نهار رمضان ما استطعت إلى ذلك سبيلا، خروجا من خلاف الفقهاء وخروجا من نقص الأجر في نهار رمضان. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك، اللهم آمين.